بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله سبحانه وتعالى وتيسيرا انتهينا من الأسبوع الأول بالموضوع الأول، وكان مهما جدا حتى نحيا برمضان بهذا الشهر الفضيل حياة طيبة إن شاء الله. وكانت الإيمانيات الروحانيات بشعار صفحتي بيضاء، والحمد لله الآن الكل تبيضت صفحته وأصبحت الآن عامرة من دون السيئات والمعاصي بعد التوبة بالحسنات والأعمال الطيبة الحسنة من صلاة وقيام بعد الصيام إن شاء الله. طبعا أذكركم بالصدقات التي يعني ما شاء الله يعني أنتم أدرى مني بها، ولكن خاصة بعد ما أعلننا أمس حاجة إخواننا في الصومال وفي كل العالم. الآن حلو أن نخرج ما استطعنا من أموالنا حتى لأنفسنا أولا تكون صفاء ونقاء وشاهدا وبرهانا، ثم إعانة لإخواننا المحتاجين. طبعا أيضا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنا حاب أروح للميزان علشان بس أذكر نفسي وأحمس نفسي أني أحافظ على الميزان قبل ما أروح الميزان. أو شي شونك يا عمار؟ الحمد لله. طيب دكتور، ما أنت محافظ على وزنك مثلي ولا مو محافظ؟ أكيد محافظ دكتور. قول إن شاء الله. قول إن شاء الله بإذن الله. الله يستر الله يستر. أنا ما عندي ميزان في البيت لكن ربي يستر إن شاء الله. وين ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ماني متكلم، لا يكون ظاهر عند الناس. مخرجنا ظاهر عند الناس. طيب ها عمار، مبين عندك الميزان؟ أنا ما راح أتكلم لكن ظاهرنا يعني محافظ ولا مو محافظ؟ يلا يعطيكم العافية. يعني محافظ محافظ الحمد لله الحمد لله ربي محافظ. على العموم احنا يعني كما اعتدنا في كل حلقة بعد ما أشكر الله سبحانه وتعالى نشكركم على المشاركات والمساهمات التي تثقل من الميزان إن شاء الله علينا وتثقل على ظهورنا. في كل يوم يا عمار نشعر مسؤولية أكبر تجاه الناس ومشاركاتهم الإيجابية. ماذا تقول كراسة رمضان اليوم يا عمار؟ كراسة رمضان يا دكتور تفضل. وإن شاء الله في أشياء ثقيلة هكذا تعمر الميزان إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا عبد الكريم من باب التفاعل مع موضوع الصومال يقول: في الوقت الذي تحتار فيه لاختيار طبق الطعام، فإن الأم الصومالية تحتار في اختيار الابن الذي تعطيه القليل من الطعام إن وجد ليموت آخر. إذا أحسست بذلك فاجمع لهم حصة من مالك مع كل إفطار لتستشعر نعمة الله عليك. وسيأتي اليوم الذي يؤذن فيه للمسلمين بالتبرع لإنقاذ إخوانهم. انشرها يا عمار. الله يجزيك خير. تسلم. بعد عندنا نعيمة تقول: السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير، جزاكم الله خيرا على المجهود الرائع، ادعوا لمصر بالخير وعبور تلك المحنة. طبعا أول شيء يعني قضية أساسية أيها الأحباب، كل من هو في الميدان، أهل اليمن في ميدانهم، أهل تونس في ميدانهم، أهل مصر في ميدانهم، أهل ليبيا في ميدانهم، أهل سوريا في ميدانهم، هم في ميادينهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى منا. نحن في حالة اطمئنان وفضل الله سبحانه، ربي يديم علينا فضله، لكن أصحاب المظلومين في ساحات الظلم دعوتهم إن شاء الله مستجابة. ولهذا أرجو منكم أن تجتهدوا في الدعاء لأنفسكم حتى يخلصكم الله سبحانه وتعالى بقوته، وإن شاء الله يمكنكم من الطغاة اللي حولكم، وإحنا كذلك سندعو إن شاء الله، تدعون لنا وندعو لكم بإذن الله تعالى. شو اللي بعدها يا عمار؟ لينا تقول: قلوبنا تتقطع على إخواننا، ولكن ما نحن بفاعلين تجاههم، خصوصا وأننا لا نزال طلابا ولا نملك أن نعطيهم أي دعم مادي. نصائحك يا دكتورنا. طبعا الإنسان يبذل الجهد ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. ما يعني هذا الأمر؟ الله سبحانه وتعالى يريد منا المجهود يا عمار، يريد منا السعي، لأن المالك مالك الملك هو الله سبحانه وتعالى، المنتقم الجبار هو الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فيكون، لكن نحن مطالبون بالجهد. فيا بنتي يا إخواني يا أبنائي، اللي ما عنده شيء مادي يقدمه، يقدم كلمة طيبة، ينصح الناس، يوجههم، يحرك من لديه المال. وأقل ما نستطيع هو الشعور بشعورهم والإحساس بإحساسهم، وكذلك ندعو لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثهم. فلو خصصنا في كل سجود لنا أو في كل صلاة لنا أو في كل وقت من أوقات الاستجابة للدعاء لهم شيء من الدعاء، فلعل هذا إن شاء الله يكفي بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. معانا حسام يقول:
المشكلة مع الرسالة أن كل برنامج يحتاج إلى كراسة خاصة به. الرسالة قصد قناة الرسالة. والله أشوف الله بكم. القناة تستاهل ها، لكن ليس بالضرورة يا شو اسمه حسام احسمها وانتقي برنامجا واحدا، ومعروف البرنامج راح تنتقيه هو برنامج ضاعف وزنك، فاختر من تلك البرامج برنامجا واحدا أو اثنان حسب وقتك وركز، والبرامج إن شاء الله هي ستعاد وتكرر، فلو كل في كل شهر ركزت على برنامج أو برنامجين تكون الكراسة مميزة. وهذا أيضا هذه لفتة مهمة حتى نركز، والعمل المركز يأتي بنتيجة طيبة إن شاء الله تعالى. سامر يقول الحقيقة يا دكتور حاس أن وزني زايد وايد وحاس بتخمة، بس أحلى تخمة طالما كانت إيمانية، عساكم على القوة. صدق خدعني. أنا مو من طبيعتي أخدع بالكلمات، لكن صدق الخدعت، قاعد أجهز في بالي شنو أقوله، كيف يبدأ بتخفيف الوزن. ما شاء الله عليك يا سامر، ما عليه، هذا 1-0 إحنا نسميه، خلاص الجمهور غالبنا اليوم 1. ربي يزيدك إن شاء الله من الإيمان والطاعة، وتخمتك بالطاعة إن شاء الله تكون هذا ميزان عامر إن شاء الله بإذن الله. تفضل إن شاء الله. أوه هذا عاد هذا طريقة مقتبسة عاد، لا حد يقلدني لو سمحت. ضاعف وزنك الضاد كلمة ضاعف، يقول ضياء الروح عنوانه فرحتك، الضاد والألف والعين والفاء ما شاء الله، وزنك وجهك. واو وجهك زين زاد نون نورا كاملا الكاف مختار العباسي. إذن هذه هدية طبعا لكل من يتابع برنامج ضاعف وزنك، فشكرا لك يا المختار. كوثر تقول يا دكتور أنا أحب قراءة القرآن والمداومة عليه والمزيد من الطاعات، لكن الجو المحيط بي من بنات عمامي وأخوالي وجيراني تقريبا الصلاة ما يصلون، وهذا يضعف إيماني وتنقص رغبتي في بذل الطاعات، أرجو أن تجاوبني. والله شوف، أنت وأنا وهم كل منا مسؤول عن قراراته، هذه الأعذار غير مقبولة. الجو الخاص بالإنسان، أنا مهما في هذه عزلة يسمونها عزلة اجتماعية، العزلة الاجتماعية شكلان، إما التوحد والتفرد والانزواء والانطواء وهذا لا نقبله، وهذا ممكن يحدث ولكن في حالات نادرة جدا، لما يعم الدخن في البلاد يعني تمارس الفوضى. لمار وقتك لتتألقي. بخطى واثقة انطلقنا، نقفز نحو المدى البعيد، ننسج لك دقة التفاصيل، معا إلى عالم الأناق. ورؤية مختلفة لشخصيتك. ثوب الدفة بانطباع جديد. انتبه، رياح التغيير ليس مجرد برنامج، رياح التغيير على قناة الرسالة مشروع حضاري كبير يدعوك للتفاعل والمشاركة. ننتظر آراءك، إبداعاتك، مقترحاتك. أرسل إلينا مشاركاتك مرئية كانت أو صوتية أو مكتوبة عبر موقع مشروع التغيير www.change-project.org أو عبر موقع قناة الرسالة www.alrisala.net من خلال منتدى رياح التغيير، وسنقوم بعرض المشاركات المتميزة في الحلقات المباشرة من البرنامج كل أسبوع. شارك في التغيير، في رياح التغيير، مشروع أمة وحضارة، حصرياً على قناة الرسالة. حياكم الله معنا بعد هذا الفاصل القصير، وإحنا ما ودنا نقاطعكم ولكن هذه أمور مهمة جدا، حتى دائما الراحات الفاصل لها قيمة. وين وصلنا يا عمار؟ حتى بس نخلص من الكراسة اليوم فندخل في موضوعنا. موضوعنا اليوم دسم جدا لعلاقة بهذا، بس نقول لكم عنه إن شاء الله بعد شوي. قول يا عمار وين وصلنا؟ وصلنا مع لينا تقول دكتورة ثويني أوعدك أنني سوف أحفظ سورتي البقرة وآل عمران خلال هذا الشهر الفضيل،
وعقبال اني افرحك بحفظ الكامل والمتقن للقرآن الكريم. يلا ان شاء الله. شكرا دكتوري، فانت لا تعلم مقدار ما غيرته في حياتي، واوعدك ان اكون بنتا مخلصه لك، بنتك لينا ثويني. ما شاء الله، هذه عليها بنت ثويني ولا سمت نفسها ظهر ظهر اسمح والساعه المباركه. طبعا ادعوهم، ادعوهم لابائهم، ادعوهم لابائهم. يا بنتي لازم يبقى اسم ابوك موجود، لكن احنا بما ان الموقع مبني على الالقاب والكنى نقبله، لكن لازم الانسان يتسمى باسم والده. قول لي شنو بعدها؟ بعدها محب الله. محب الله ثويني. انا طموحه كوني بنت اجد العوائق كثيره، واذا خطيت خطوه اشعر اني لم ارسخها فأرجع هذه بالإضافة إلى كوني تعثرت كثيرا في دراستي، وهذا سبب جعل مني لست أهلا للمسؤولية. لا حرام، من نفسي أو أهلي. لا 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 لحظة لحظة، هذا نحتاج نقرأ مرة ثانية. من معانا سلاوي؟ في معانا، معانا الأخت ريم من العراق، تفضل يا ريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم علينا وعليك إن شاء الله. علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية. تفضل يا ريم. أنا أحب أقول ممكن تنطونا بالبرامج يعني خلال الحلقات السابقة طريقة بوزان لعملية الحفظ. احنا عرضنا هذه سريع يعني بالموت. احنا اختريم عرضنا هذا في الحلقة أمس والحلقة اللي قبلها، في شيء حابة زيادة غيرها يعني؟ يعني حبينا أنا وبنت خالي إنه إن شاء الله كل برنامج يعني كل حلقة من حلقات البرنامج نسجل بكراسة يعني كل النقاط المهمة، وإن شاء الله على العام الدراسي الجديد بالكلية مالتنا إنه نسوي برنامج جديد بكليتنا إن شاء الله. طب هذا شرف لنا وخبر مسعد. شكرا لك يا ريم من العراق وكذلك مع البنات اللي معاك. وايضا انا انبهكم ان كل الحلقات تبارك الرحمن تنزل في نفس الليله على موقع الرساله وعلى اليوتيوب موجوده، فتستطيعين متابعه الحلقات وتلقين ان شاء الله الاجوبه. لكن هذا مشروع مميز، وهذه ثاني مره يا عمار اسمع ان في تطبيقات راح تكون في الجامعه او في المدارس. معانا مرتقى من عمان، أم تقى من عمان، تفضل يا أم تقى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أم تقى؟ كيف الحال دكتور؟ الحمد لله يسلمك. تفضل، شنو مشاركتك اليوم يا أم تقى؟ الله يسلمك إن شاء الله. ما أعرف دكتور، هل هي ما أعرف أنا يعني هل أعتبر هذه مشكلة ولا ما مشكلة؟ أنا عندي بنت تقى عمرها 9 سنوات ونص. كم سنة؟ فما أعرف يعني الصلاة أحس أنها ثقيلة عليها كثير لحظة يعني. لحظة شوية، كم عمرها؟ عمرها 9 سنوات ونص. 9 ونص، ثقيلة عليك في إيش؟ يعني هي لا أحس الصلاة ثقيلة عليها كثير يعني، ما أعرف لما أقول روحي صلي روحي صلي أكرر لها عدة مرات. طيب فما أعرف هل أضغط عليها ما أخليها على راحتها ولا وش دكتور؟ طيب خليني أسأل سؤال، والدها موجود، إخوانها خواتها في البيت؟ لا والله، عندها أختين صغار منها. تلعب؟ والدها موجود في البيت. أيوة تلعب، تشبع في البيت من اللعب والحركة ولا أيضا الجو الدراسي غالب؟ لا والله تلعب، تلعب كثير يعني، وحاليا إحنا في إجازة مش جو الدراسة، بس حتى وقت الدراسة يعني لا ما كثير يعني احس ان يعني متقبل الصلاه. سؤال اخير، جاوب يعني جاوب بكلمه، هل تنشط للصلاه يعني صلاتها احسن في العطل ولا ايام الدراسه؟ ايام الدراسه دكتور تكون انشط في الصلاه. تكون انشط في الصلاه. شكرا لك يا ام توقع، تسمعين ان شاء الله جواب لسؤالك. في احد معانا ولا نجاوب؟ نعم فضلك. شكرا يا السلاوي. طبعا اول شيء انا اشكر امتقى على حرصها على متابعه ابنتها في موضوع الصلاه. الصلاه عماد الدين وهو اساس العلاقه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، واعمالنا في يوم القيامه مبنيه على قبول صلاتنا، ومكانتنا ان شاء الله في الجنه بعد رضا الله سبحانه وتعالى رحمته بما نقرا من القران وما نؤدي من الواجبات. فشكرا لك ولكل من يحرص على ابنائه، وهذه نصيحه مني كاب لكل الاباء والامهات، علموا عيالكم الصلاه وهم صغار دون سن ال5 سنوات ولكن دون التشديد. ام تقى الان عندها بنت عمرها 9 سنوات وشوي، ولكن الصلاه عليها ثقيله، وانا اعتقد هذا امر طبيعي. بنت جالسه في البيت وهي اكبر البنات في البيت، ما عندها بنات اكبر منها او اولاد يكونوا قدوه بالنسبه لها،
فأنا أعتقد هذا أمر طبيعي. المطلوب منك أن يعني تحفزينها وتشجعينها وتستمرين في التذكير بأسلوب محبب ومنوع، مرة برسالة، مرة تحطين بطاقة على الباب الصلاة، مرة تقولي لها يا بنتي اليوم نتسابق أنا معك من ينبه الوالد في موضوع الصلاة، علمي خواتك صغار يصلون وعطيها مكافأة عليها. فإذا عملي 5 أو 6 أنواع من التنويه والتنبيه مختلفة عن بعضها حتى لا يكون بالنسبة لها ملل، واصبري عليها واسعي صدرك عليها إن شاء الله وادعي لها والله سبحانه وتعالى وفقها. وإذا صلت استبشري ويعني بيني فرحتك بهذا الأمر وادعي لها في وجهها الله يبارك ليش في عمرك، فرحتيني، أسعدتيني، أنا سعيدة بصلاتك. هذا النوع من التعامل إن شاء الله مع الوقت راح تدرك وتأدي إن شاء الله بصورة حسنة. إيش بقى عندك يا عمار عشان ندخل في موضوعنا؟ في موضوع قلت له نرجع لها. طبعا أنا أول شيء ما عجبني في رسالة محب الله الهوري أن قالت أني أنا لست أهلا للمسؤولية. من اللي قال؟ من قال هذا الأمر؟ يا بنتي نحن مؤهلون للمسؤولية، كل إنسان مخلوق لرسالة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا تصدقين كلام الناس، لا تجعلي من كلام الناس محبطا أو مثبطا أو محبطا لك، بل الحماسة في نفسك، في نفسك أنت. فأنت لا تقولين هذا الكلام، أنا ما تعجبني هالكلام، أنت مسؤولة ومهيئة. أما الإخفاقات في الدراسة، إخفاق في العلاقات، إخفاق، هذا طبيعي، كل إنسان معرض. وبالنسبة لي عندي رقم اسمه 1001، تعرفه هذا عمار؟ 1001 مر عليك من قبل؟ لا. هذا عدد المحاولات حتى ييأس الإنسان الذي يحاول 1000 مرة، بعدها ما عندي مانع أنه ييأس، لكن إذا حاولتي 999 مرة ما زال أمامك فرصتين. فيا بنتي ما الفشل، في الفاشل هو الذي لا يحاول، الفاشل الذي يعتقد أنه غير مسؤول، الناجح هو الذي يحاول حتى يبلغ وينشد رؤيته أو المقام اللي وضعه أو الهدف اللي حطه لنفسه. فإذا يا بنتي مختصر كل هذا الكلام، عيدي صياغة هذه العبارة، وإحنا ننتظر منك رسالة ثانية. هذه الآن ما راح أعتمدها، لن أعتمد هذه الرسالة يا عمار حتى يا بنتي تلغين أنا غير مسؤولة، وعيدي صياغتها مرة ثانية. بذيك الساعة راح أجاوبك إن شاء الله على سؤالك إن شاء الله. في عندنا شو اليوم الأوبي فان قاعدين لك قاعدة معنا الأخ عز الدين المغربي، تفضل يا عز. عز الدين انقطع اتصال عز الدين، احنا آسفين يا عز الدين من المغرب، عاود اتصال فينا مرة ثانية، تفضل يا عمار. شيوم الحربي. شيوم بارك الله فيكم، يا ليت الدكتور يشوف المسج. دكتور إذا كان جو البيت ما يساعد الثبات شو أسوي؟ تعبنا ما بين الطبخ والتلفزيون. ما في مشكلة يا بنتي، في شيء اسمه هيدفون، حطي الهيدفون، حطي سماعة، في الآن الآيبود والآيباد، حطي وسمعي ختمتك أو الدرس أو متابعة البرامج. الآن أصبح حتى برنامجنا هذا الآن ممكن متابعته من الجهاز. يا بنتي في شيء يسمونه أوفرلاب، يعني أعمل هدفين في وقت واحد، ساعدي الوالدة في الطبخ فهذا أجر، فيه صلة اجتماعية وفيه بر وفيه أيضا طاعة لله سبحانه وتعالى في خدمة والديك، وأضيفي له مادة مسموعة كالقرآن أو غيره. كذلك التلفزيون، حتى لو كان في تلفزيون هم مثل ما قلت قبل شوي العزلة الاجتماعية، هم يطالعون التلفزيون وأنت منشغلة بالكتاب مع السماعة تسمعين الكلام الطيب. إذن ما في شيء يمنع الإنسان من أنه يحقق رؤيته المستقبلية إذا خطط لها. أنا أعرف أن طبيعة والدي هكذا، أعرف طبيعة والدتي هكذا، أعرف أن أخوتي لهم هذا الطبع، فأجعل لنفسي خطة كيف أجلس معهم ولا أشاركهم هذا الأمر، ولكن أشاركهم فيما أنا أخطط له، أو على الأقل أنا أكون معهم ولكن أصنع ما أنا أملكه. إذن هذه قضية. وأنا أذكر كان معانا في نادي المصابيح، نادي شبابي، كان معانا شاب دائما يجلس على الشباك، يعني الشباب جالسين على الأرض ويجلس على عتبة الشباك ويلعب في ألعاب الذكاء. هذا ما شاء الله عليه، بعد طبعا الشباب يرونه أنه منعزل، أنه كذا، هم ما يعرفون. هو كان من الندرة من الشباب، تخرج طبيبا، الآن هو طبيب مسؤول، لأنه هو عنده ذكاء، يقول أنا ليش أشغل نفسي في الغيبة والكلام كذا، أنا جالس معهم ولكن مشغول معي بما ينفعني. هذا باختصار شديد حول هذا الموضوع. معنا الأخت نجاة من موريتانيا، تفضلي يا نجاة. معليش يا عمر، هيا يا نجاة. نجاة فرصة الأولى، نجاة فرصة ثانية، نجاة فرصة ثالثة.
سلاوي بعد معاك. تفضل يا أم محمد من الإمارات. أم محمد. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة عليكم. الله وبركاته. كيف حالك يا أم محمد؟ شو أخبارك كده؟ بخير والله الحمد لله. مبارك عليكم الشهر. أول شيء الله يبارك فيك إن شاء الله. أحب أشكركم أول شيء على البرنامج وبعدين عندي سؤالين ممكن. سؤالين؟ أيوة إذا ممكن. باختصار تفضلي. أوكي السؤال الأول إذا مثلا شخص يعني اتكلمت معك موضوع ففهمك فهم خاطئ أو أن أساء الظن فيك أو ما فهم قصدك بالضبط فغلط عليك فكيف تسامحه يعني ما أدري أحس كيف تصرف معه أحس صعب أن تسامحه يعني طيب. يظل الموقف اللي تتذكره دائما هذا الأمر الأول وهو سهل الأمر الثاني أيوة الشيء الثاني كيف يكون الواحد له دور في الحياة وبصمة يعني هو إحنا شو اسمه إحنا يعني ندرس يعني لنا يعني مو واقفين في الحياة نستمر ندرس نتعلم ونسوي أدوارنا بس ما أحس لنا دور وبصمة قوية يعني أحس دورنا بسيط عادي كل شخص يسويه فكيف كل واحد لنا لا شيء دور مميز أنا أحس إنه يساهم يعني يوم ينام في الليل أحس إنه أرتاح أنا سويت شيء اليوم غير الأشياء اليومية اللي معتاد أم محمد بس يصعد رش علي بس السؤال أنت قاعدة تتابعين برنامج أيوه. الدكتور طارق السويدان رياح التغيير يمكن حلقة شفت بس خلاص شكرا لك ولمتابعتك لبرنامجنا طبعا أم محمد سألت سؤال جدا مهم إذا إنسان تحدثت معه أو عملت عمل أو موقف وأساء فهمي وأساء لي بعدها ما المطلوب طالما أنك لم تصحح الموقف معه ستبقى الصورة عالقة والأثر عالق وتكلمنا عن هذا أم محمد من قبل الأمر اليوم موضوع اليوم تابعينا راح تلقين إن شاء الله الحل لهذه النقطة لأن اليوم موضوعنا له علاقة بهذا أما السؤال الثاني من أراد أن يتعلم كيف يرى رؤية بعيدة ويضع نفسه خطة استراتيجية ويكون جزء من التغيير ويضع لنفسه بصمة في العالم الإسلامي القادم تابعوا دكتور طارق سويدان في برنامج رياح التغيير طيب يلا يا عمار ترى فرصتك الحين وإن ما قلت اللي عندك راح أخذك السلاوي مرة لا على السريع إن شاء الله تفضل اعتذر عن الاسم صراحه منو ما كان حيا الله انا يقول انا والحمد لله اقرا القران وافسر ولكن احيانا تاتيني تساؤلات كثيره لا اجد لها جوابا في التفسير ممتاز هذا ممتاز اولا اشكرك على انك تقرا وتفسر على فكره تعرف ان احنا امس نسينا او ما كفى الوقت نقول الوصيه طافت عليك يا عمار وصيتنا امس كانت فسر اقرأ القرآن ثم اقرأ التفسير من ثلاثة مصادر كلام لك هذا مصدر واحد قد لا يشبع بعض المصادر يكون فيها التفسير قصير فلا يشبع ولهذا اقرأ من تفسير ثم تفسير آخر ثم تفسير ثالث وإذا لم تجد الجواب المشبع يا صاحب هذا الاسم اذهب إلى شيخ المسجد أو إلى المعلم في المدرسة صاحب دراسات إسلامية واسمع منه الإجابة إن شاء الله اتش أحمد السلام عليكم دكتور ثويني جزاك الرحمن خير الجزاء أنا من أكثر الناس متابعة لك منذ أن كنت طفلة وحتى الآن وفقك الله وسدد خطاك ربي يحفظك إن شاء الله والعمر كله طفلة إن شاء الله وخريجة وموظفة ومتزوجة وجدة إن شاء الله تابعين برامجنا ما شاء الله عاد ما أعرف وقت إحنا نصير ديناصورات الواحد يسوي سنة عمره 120 سنة ما أعتقد نقدر نوصل تفضل أهداف رمضانية هذه عودة إلى المشاركات السابقة أي نعم. ما شاء الله يقول هذه أهداف رمضانية ممكن نوزعها على جميع ممتاز مشاركة جيدة ممتاز رمضان كريم كل عام وأنتم بخير وإلى الله أقرب ضاعف وزنك رمضان قرآني مع قناة الرسالة إذن هاي مشاركات حلوة حول موضوعنا أو حول موضوع قناة الرسالة ممتاز بعد خلصت خلصنا. الشكل يا الله الحمد لله إن خلصنا شوف شو أخيرا لم يقاطعوك إذن أنا الآن حاب أني أعطيك كم عندي وقت قبل الفاصل يا سلاوي عشان بس أقسم وقتي ممتاز أنا أعتقد الآن صار أصبح مناسبا جدا أن ندخل في موضوعنا اليوم الآن في عندنا ميزان جديد وفي عندنا أيضا شعار جديد ولكن هذا لا يعني أن نغفل عن الشعار السابق الأيام الخمسة التي مضت الشعار صفحتي بيضاء هذا أمر مستمر معانا يا عمار وكذلك ميزان الإيمانيات الروحانيات مستمر معنا أيضا طول عمرنا ليس فقط في رمضان الآن راح نضيف إضافة جديدة ومعي يا عمار ممكن تحط لنا فضيلة اليوم مع شعرها أوه ما شاء الله
عندنا الميزان وعندنا الشعار. طبعا شعار هذا الأسبوع أنا قدوة، أنا قدوة وأنت قدوة وأنت قدوة وأنت أولهم يا عمار. طيب ما هو الميزان؟ السلوكيات والأخلاق. ميزاننا إن شاء الله في هذا الأسبوع السلوك والأخلاق، وأنا قدوة هو إن شاء الله راح يكون شعارنا. وأول موضوع، أول موضوع صغير تحت شعار أنا قدوة، تحت ميزان السلوك، هو سلامة الصدر. سلامة الصدر قضية أساسية في حياة الناس، وأنا أشكر فريق الإعداد في قناة الرسالة أنهم اختاروا هذا الموضوع، لكن كان هذا الموضوع مسبب لي أرق البارحة. تعرف ليش دكتور؟ صعب، يعني قاعد أسأل نفسي، حتى شغلت معاي أم فهد أمس، قلت لها تعالي ماذا تعني لك كلمة، ماذا تعني لك كلمة سلامة الصدر؟ لكن لعلي يعني تناقشنا وتحاورت، طبعا ساعدتني شوية في بعض المفاهيم. ممتاز. الفكرة ليست كلمة سلامة الصدر، كل الناس تعرف هذه الأمر، لكن كيف نتدرب على أمور صغيرة نتيجتها نصل إلى شيء اسمه سلامة الصدر. سلامة الصدر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه آية عظيمة، وأجزاه الله خير اللي انتقاها وساعدنا فريق إعداد، لأنها فعلا تحيي مفهوم أساسي. يا أمة الإيمان، يا أهل الإيمان، أنا لن أتكلم عن الإخوة والأخوات في البيت الواحد، إنما هذا الدين يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما المؤمنون إخوة. يعني كل رجل وامرأة في الدين لك أخ ولك أخت. فتصوروا المفهوم هذا لما يكون واحد عنده مليار أخ وأخت. رقم سهل. خلني أقول لك قصة. قبل ما أعرف كم سنة، لكن كنا في أمريكا في زيارة شبابية، فكنا أكثر من 10 سنوات، فدخلنا المسجد وإذا بأحد يعني أحد الشباب الأمريكي يشهر إسلامه. الله. فوقف أمام الكل، وكان من أشد المواقف على قلبي وعلى قلب الشباب، شيء صعب. يعني أنا ولدت مسلم فما أعرف معنى النقلة، لا ما أعرف ما، لأن أنا الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى ولدت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولدنا يؤذن بالآذان وتقام الصلاة. لكن هذا الرجل لما وقف وفي وجهه نور عجيب، ثم أشهر إسلامه، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقمنا نكبر، يعني إحنا مليار ونصف، شيء يعني ما معنى زاد واحد، ما أعرف، شيء في نفسي تحرك، لكن اسمع الجواب. فلما جينا نبارك له ونحتضر نسلم عليه فبكى، فهو قال أنا الآن قبل أن أشهر إسلامي لم يكن لي أحد، الآن كل هؤلاء إخواني. الله. هو شعر بهذه المسألة اللي إحنا ما كنا نحس فيها، لأن إحنا كثرة، فلما يأتينا واحد هو واحد، لكن هو كان فردا، والآن أصبحت عنده أمة كاملة تسمى بأخوة، بالأخوة له. إذن ماذا تعني هذه الآية؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي أن هذا المليار ونصف على الأقل لا يوجد في نفسي شيء تجاههم، سليم الصدر 100% تجاه كل هذا المليار ونصف، فضلا عن باقي الملل والأمم، حتى النصارى، حتى اليهود، حتى غيرهم، لازم تقول قلوبنا الظل صافية. هي هذه رسالة اليوم، كيف نتمكن من تحقيق هذه الآية ونحقق سلامة الصدر في نفوسنا تجاه أمتنا الإسلامية أولا، ثم باقي العالم، لأن أنا أصلا ما في بيني وبين غير المسلمين أي عداوة، إنما أنا بيني وبينهم موقف، إنما ذات الإنسان مقدرة، الذي خلق المسلم وغير المسلم هو الله سبحانه وتعالى، وهذا غير المسلم قد يسلم في يوم من الأيام، يصير أخوي، ويحسن إسلامه، مو أخوي بس، يصير أبوي ويدي، يصير أحسن مني. إذا كيف نحافظ على هذا المعنى؟ هي إن شاء الله التفاصيل راح تكون في حلقتنا اليوم، لكن نأخذ الحديث بعد إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يعطينا هذا الحظ التفسيري الراقي الذي يبسط المعنى العميق اللي كان في الآية القرآنية. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا، شوف، أمر نهي، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وثم طيب ما الرسالة؟ وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث
ثلاثة أيام هذا يعني إذا أنت زعلان ومضايق ومتأثر لك يومين والثالث هذا حدك، رواه مسلم. إذا هذان الشاهدان آية من كتاب الله عز وجل وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يخطان لنا خطا نسير عليه حتى نحقق سلامة الصدر، وإن شاء الله الآن راح ندخل في تفسيرها وكيف نتمكن من إحياء هذه اللفظة الجميلة سلامة الصدر. خاصة كل ما بيقول شيء يا سلاوي يدش على الاتصال. من معنا؟ معنا الأخ أسامة من الإمارات، تفضل يا أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام، من وين تكلمنا يا أسامة؟ من الإمارات. من أين؟ من الإمارات. من أين؟ من الإمارات. من أي إمارة؟ دبي، أبوظبي، رأس الخيمة؟ رأس الخيمة. رأس الخيمة ما شاء الله، هذه عاد رأس الخيمة لها مكان خاص في قلبي يا أسامة. طيب أسامة لو سمحت وطي على التلفزيون أول، وطي على التلفزيون، كلمني من السماعة باختصار، ما هي المشاركة اليوم يا أسامة؟ وطيت التلفزيون. يلا يا أسامة عشان الوقت. بدي أطلب منك نصيحة. تفضل. بدي أطلب منك نصيحة. تفضل. كيف أختار أصدقائي؟ ما عندك أصدقاء يا أسامة؟ لا عندي، بس بدي نصيحة يعني كيف أختار الجيدين منهم. ممتاز. طيب كم عمرك يا أسامة؟ 14. الله يحفظك، شكرا لك ولاتصالك ومتابعتك لبرنامجنا يا أسامة. طيب أنا أفضل عمار أني أجيب أسامة أثناء شرحنا للتفاصيل، لأن راح نتطرق، فصار عندنا أمرين، البنت اللي سألت عن إذا أحد اختلف معاي، وعندنا موضوع اختيار الصديق للشباب دون سن 15 سنة. طيب احنا الآن طبعا راح نأجل، معلي سامحني يا أسامة لأن راح نتكلم عن هذا الموضوع، ذكرني يا عمار لا تفضحني مع الناس بعدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه، أسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا معه في الجنان، قولوا آمين. آمين يا رب. ثم دخل قال الآن يطل عليكم رجل من أهل الجنة. قصة مشهورة كلكم تعرفونها، ولكنها هذا موقفها. فالصحابة الآن جلسوا ينتظرون، فدخل عليهم رجل ما عرفوا. ثاني يوم الآن يطل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم دخل نفس الرجل في ثاني يوم، وفي اليوم الثالث نفس الكلام ونفس الرجل. فاستغرب عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الذكي الفطين رضي الله عنهم أرضاهم أجمعين، فتبع الرجل لما ذهب إلى بيته واختلق موقفا، أي طلب منه أن يبات عنده فأدخله البيت، بات عنده 3 ليال. فقام يراقبه في الليل، ماذا، هل يقيم الليل، هل يصوم، هل يتصدق، ماذا يصنع، لماذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بشر أنه من أهل الجنة، يعني هذا رجل. فثلاث أيام احتار عبد الله ابن عمرو، ما وجد شيء غريب، يعني صلاة عادية وكل شيء عادي. في اليوم الثالث لما أراد أن يودعه أن ينصرف من البيت، فقال يا هذا أصدقك القول، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بشرك بالجنة 3 مرات ولم أجد عندك عمل، ما عندك؟ قال هذا الذي رأيت، ما عندي غير اللي أنت شفته. فعبد الله انصرف ثم ناداه، تعال يا عبد الله، أنا هذا الذي رأيت إلا عندي شيء واحد، إلا أنني إذا جئت أنام لا أحمل غشا لمسلم، ما أخدع أحد ولا أغدر بأحد ولا أغش أحد، نظيف، ولا أحسد أحدا على نعمة أو خير أعطاه الله. فقال عبد الله هذه إذن بتلك بلغت تلك الدرجة. حول هذا الموضوع، حول هذه التفاصيل إن شاء الله راح يكون بعد الفاصل موضوعنا. أرجو أحبابي بناتي أبنائي بعد الفاصل تعالوا وشنفوا الآذان والأعين والجسم، خليكم منتبهين معي، اسمعوا كلامي وطبقوه، إن شاء الله يسلموا هذا الصدر وتصفوا النوايا ونلقى حل لكل مشاكلنا مع البشر. إذن خلونا نأخذ فاصل قصير ثم نكمل ما تبقى في حلقة اليوم.
لامار وقتك لتتألقي. عطايا الرحمن في شهر رمضان. في رمضان صدقة الفطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. بخطى واثقة انطلقنا، نقفز نحو المدى البعيد، ننسج لك دقة التفاصيل معا إلى عالم الأناق. ورؤية مختلفة لشخصيتك. ثوب الدفة بانطباع جديد. حياكم الله معنا بعد هذا الفاصل، وندخل الآن على طول في موضوعنا اليوم وهو سلامة الصدر. بينا في الشاهد كآية، وبينا في الحديث كأيضا بينا الآية كشاهد، وبينا الحديث كشاهد، وبينا الموقف النبوي اللي أراد أن يعلم أصحابه أن الجنان لا ليس فقط لها طريق واحد، فقط الصلاة والقيام والصوم، هذا مهم لأنه أساس في حياته، ولكن هذا مهم ومعه أمور أخرى مهمة مثل سلامة الصدر. قيل في الأخوة، لأن على النبي صلى الله عليه وسلم قال: كونوا عباد الله إخوانا، والله سبحانه وتعالى قال: إنما المؤمنون أخوة. إذن الأخوة هي أساس العلاقة فيما بيناتنا. قيل في الأخوة أنها مراتب، أعلاها الإيثار، وهذا يحتاج إلى موضوع الحالة، وأدناها، انتبهوا، وأدناها سلامة الصدر. يعني اللي ما عنده سلامة صدر لا أخوة له، لا يؤاخى ولا يجد أخوانا له، وهذه قضية خطرة. انتبهوا يا بنات، انتبهوا يا بنين، الشخص اللي صدره غير سليم معناته لن يتمكن من تكوين أي أخوة، وهذا خطر عليه هو وليس على المجتمع، خطر عليه هو. إذن أول شيء عندنا الآن كيف نحقق هذا المعنى؟ عندنا لا تفعل، وعندنا افعل، وعندنا العلاج. حتى تتمكن من المحافظة على سلامة الصدر، خاصة البنين والبنات اللي الآن بدأوا مشوار الحياة، بعد لم تغسلهم الحياة، خاصة اللي في عمري مرت عليهم مواقف كثيرة قد تكون يعني صعبة، ولكن الشباب اللي بدأوا الآن فرصتهم. لا تفعل، واحد، لا تحسد ولا تحقد. هل أنت عمار تابعني أنت؟ ها، ونزل حق الناس. لا تحسد، لا تحسد يا ولدي، لا تحسد عمار على أنه جالس معي، لا تحسدني أن أنا قاعد في قناة الرسالة، لا تحسد أحد. بعض الرسائل يا الله يعين عمار، حاسدين، تحسدوا على إيش؟ اشكروا له. فإذا الحسد شكلان، حسد وغبطة. الممنوع هو الحسد، أنك تتمنى زوال النعمة من غيرك وتجيلك، هذا ما يجوز، هذا يجعل في القلب غل. والحقد عندما يكون عندك غيظ وغضب وتستعد لإيذاء الآخرين. إذن الإنسان الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة من غيره، والحاقد الذي يحمل في نفسه غيظا يريد أن ينفذه، يتحين الفرصة حتى يؤذي الطرف الآخر. الذي يحمل هاتان الصفتان لا سلامة لصدره. شنو الحل؟ لا حسد ولا حقد، هذه الأولى. الثانية، لا تهجر ولا تقطع، لا تهجر ولا تقطع. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يعني الهجران للتأديب، أنا زعلان منك يا عمار، ما راح أكلمك اليوم، ما عليه، بسيط. يأتي الوالد يقول لابنه: أنت اليوم لم تؤدي الصلوات في المسجد ولم تؤدي التراويح، أنا حزين وزعلان منك، ما راح أكلمك اليوم. لا يا والدي، الله يرحم والديك، سامحني، أعطني فرصة. إذن هذا النوع من الهجر التأديبي لا بأس به، ولكن بشرط أن لا يتخطى الأيام الثلاثة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتمكن إبليس من سلامة صدر ابنك أو ابنتك أو صاحبك فيضيع العلاقة. فإذن لا تهجر ولا تقطع، القطيعة ممنوعة. الهجر هو ترك الإنسان لفترة زمنية معينة ثم نعود. خل أقول لكم موقف.
اتصلت إحدى النساء تبكي. تبكي. ما الذي يبكيك يا أم فلان؟ امرأة كبيرة في السن، يمكن فاقت 50 أو 60 سنة. ما الذي يبكيك؟ تقول إن ابنتي قد هجرتني سنتين، من سنتين ما كلمتني، وكان في مشروع اسمه، يعني كان مشروع تواصل في إحدى الصحف، يعني اسمه مشروع إيصال هدية، تكتب، كان تابع لإحدى اللجان الخيرية، ابتكار، يأتي الشخص ويكتب عنوانه على قسيمة الاشتراك، وتقوم هذه اللجنة بإيصال هدية إلى هالبنت. فهذه الأم ذهبت إلى هذه اللجنة واستقطعت هذه القسيمة وكتبت عنوان ابنتها، بادرت، انتبهوها، مبادرة الأم إلى ابنتها القاطعة. مو مهم إنه الأكبر، الأكبر الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يا ناس اللي يقول أنا الخال وأنا العم وأنا الجد وأنا الأبو وأنا الأم، كيف أنا أنزل نفسي؟ إيش تنزل نفسك؟ تعبد الله، هذا تعبد الله سبحانه وتعالى، الصلة يحبها الله. يوم القيامة تنادي، تتعلق صلة الرحم، تتعلق في عرش الرحمن، اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. ما تعرف صغير وكبير، الصلة لن تفرق بين الصغار والكبار، تفرق بين من قطع ومن وصل. فيعني لي خال الله يرحمه كان اسمه موسى، كان ما شاء الله عليه، كان نموذجا في الصلة، هو كان أكبرنا في السن وفي المقام بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، ولا نزكي على الله أحد، ولا كان يبادر فيزور ويسأل وحريص ويؤدي خدمات، حتى الترفيه، أذكر كنا لما كنا صغار كان حتى الترفيه يأتي به إلى بيتنا. هذه كانت هي هذا النوع من الإحساس الأسري اللي احنا نتمناه في كبار الأسر. طبعا هذا من باب التنبيه. من معانا يا معانا الأخت أم أمين من المغرب، تفضلي يا أم أمين. نعم تفضلي أنت. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أم أمين. رمضان مبارك يا سيد الشيخ. علينا وعليكم، عليكم وأمة الإسلام. أنا ستي قد توفى لي زوجتي. نعم. ستي توفى لي زوجي. عذرا يا أم أمين، انقطع الاتصال قبل أن نسمع السؤال، عاودي الاتصال مرة ثانية. إذن الأمر الثاني، لا تقطع ولا تهجر، ولكن كن واصلا متواصلا متصلا حتى يسلم الصدر. إبليس يفرح عندما نبتعد عن بعضنا البعض، فتكون المسافات بعيدة، فالإنسان يخجل حتى لو كان يعني يريد أن يعتذر أو يتأسف عندما تكون المسافة بعيدة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الزوجين إذا اختلفا أن تترك الزوجة البيت أو يترك الزوج، إنما اهجرها في الفراش. يعني أبو عبد الله زعلان وأم عبد الله زعلانة، تصد في فراشها، فبينهم مسافة شبر، فإذا ما استدار أحدهما للآخر عادت العلاقة، فنقطع الفرصة على إبليس. الأمر الثالث في لا تفعل حتى يسلم الصدر، لا تؤذي ولا تروع. لا تؤذي ولا تروع. الإنسان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ليس كالحكام الذين الآن يقتلون الشعوب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من كل ظالم تعمد إيذاء الشعوب في سوريا، في اليمن، في ليبيا، في أي أرض. الذي الله سبحانه وتعالى ملكك حكما أو مكانة على الناس وتظلمهم وتقتلهم وتشردهم وتؤذى النساء وتنتهك الأعراض، هذا ظلم كبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم ويجعلكم فعلا عبرة لمن يعتبر، إن كنتم تعمدتم هذا أو فعلتموه أو فعله من أعطيتموه المسؤولية وفوضتموه في مثل هذا الأمر. اتقوا الله واحرصوا أن لا تقعون في أحبال دعاء الأمهات المظلومات على أبنائهم والثكلة، احرصوا على هذا وصلحوا الأمور. معنا يا سلاوي. معنا الأخ، معلش أنا كنت من فعل شوية. معنا الأخ عامر من الإمارات، تفضل يا عامر. هيا يا عامر. السلام عليكم، كيف الحال شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أنت يا عامر؟ مساك بخير، الله يسلم حالك الله يخليك. أنا عامر من الإمارات، عندي موضوع بسيط بس على السريع عشان ما أخذ وقتك. كلامك أعجبني بصراحة، والاتصال إن الوالدة هي اتصلت ببنتها، أعجبني الموضوع، ولكن أنا عندي موضوع بسيط على السريع. فضل. والدي صراحة أعتقد إن والدي يعني في بعض الأحيان، في أحيان كثير يعني أنا بحاول أتصل فيه، ولكن هو بحاول يبعد عني لأنه هو عاش عيشة صعبة شوية.
نعم. يا ريت في نصيحه بسيطه على السريع، يا ريت ابوي يسمعني عن تليفون، انه انا يعني بدي اكلمك بس انت مش معطيني فرصه انه انا اكون ابنك، فانت ابوي انا على عيني وعلى راسي، ولكن انا مش حاسس انك انت ابوي من زمان، فيا ريت تعطيني نصيحه تقول له انه ابنك محتاجك، وابنك اولادك اثنين محتاجينك، اولادك الشباب اثنين قد يكون اخواتي تزوجوا الحمد لله كلهم، قد يكونوا مش محتاجين لوالدهم، ولكن انا محتاجك وابنك محتاجك، فرجاء يعني حاول تتصل فينا قد ما احنا بنتصل فيك، وحاول انه تخلينا نحبك لانه ما بقي من العمر بقدر ما ذهب. عامر خلينا نحبك. عامر دام فضلك، الوالد قريب منكم يعني ساكن في مكان قريب منكم؟ طبعا في الامارات. في الامارات. ممتاز. وهو الان انت تعتقد قاعد يتابع البرنامج؟ والله لا اعتقد، لانه قد يكون هو راجع من الشغل الحين ونايم. خلاص لا اعتقد. خلاص. انا اتمنى يعني سبحان الله يمكن ربنا يخليه يفتح ان شاء الله التلفزيون ويتفرج على التلفزيون. وصلت الرساله، وراح اوجه نصيحه لك انت قبل الوالد. شكرا لك يا عمرو لاتصالك معنا. اسامه كذلك من الامارات، تفضل يا اسامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا اسامه؟ الحمد لله بخير. أرجو أن يكون هذا الشبل من ذاك الأسد. ها دكتور تفضل. أنا عندي مشكلة مع دائما لما يوم أنام بفكر كثير بالموت اليوم. كم عمرك يا أسامة؟ اليوم الثاني بموت. أسامة كم عمرك؟ يعني دائما بفكر بالموت. أسامة كم عمرك يا أسامة؟ عمري 16. طيب خلني أسألك سؤال، فيها أنت فقدت أحد أصدقائك أو أحد من أهلك مات قريبا؟ ابن خالي. كان صديقك هو؟ كيف؟ كان صديقك قريبك يعني قريب منك؟ ماشي يا أسامة. حاضر. والله أنا يعني أنا قدمت اللاءات لا تفعل حتى نذهب الأمور فرحية إن شاء الله بعدها. بالنسبة لي عامر بارك الله فيك، القطيعة والهجر لا نقبله، وأنا بالنسبة لأبي عامر ربي حفظك يا أبو عامر، قول إن شاء الله عسى يومك عامر وحياتك عامرة بالخير، وإن شاء الله إن شاء الله يعمر ميزانك برضا الله سبحانه وتعالى. أرجوك رجاء ابن لوالده أن تفتح بابا وصفحة جديدة بيضاء بينك وبين أبنائك. وأنت يا عامر أنت الآن تذهب إلى السوق وتشتري هدية من الأمور اللي يحبها والدك، وتبادر من نفسك تنازلا وهو صعود إن شاء الله سبحانه وتعالى، وتذهب إلى بابه وتسلم عليه وتعطيه هذه الهدية وتحب يدينه وتحب رجوله إن شاء الله ويتقبلك، وإن ردك في الأولى حاول الثانية وحاول الثالثة وحاول الرابعة، في كل يوم تحاول حتى يرضى عنك إن شاء الله. وأنا إن شاء الله وكل متابعين برنامجنا وروادنا سيدعو لك، ادعو لعامر يلا قولوا يا الله يا رب نسمع خبر إن الله سبحانه وتعالى جمع بين عامر وأبي عامر، قولوا آمين. ننطر منك إن شاء الله خلال يومين تبشرنا هذه البشرة. أما بالنسبة لأسامة، أسامة يا ابني أنت عمرك 16 سنة، يعني أنت لحد الآن ما عشت، ولكن الموت يا أسامة نحن لا نخاف من الموت، وأنت أسامة أنت أسد، الموت لا نخاف منه لأنه لقاء الله سبحانه وتعالى، ومن أحب لقاء، اسمع يا أسامة احفظ هذه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أروي لك قصة ولد في عمرك لما توفاه الله سبحانه وتعالى. مات شاب كان عمره حوالي 15 سنة، وكان هذا الشاب سعودي، قصة مشهورة ولكن أنا أرويها لك أنت. لما هذا الشاب لما مات طبعا، ومات قبل الظهر ساعة 10:30-11 تقريبا كما يروي الراوي، فالمهم الأب أخر دفنه وقال انتظر حتى صلاة الظهر فنصلي عليه، فوضع رأسه متأثرا فأخذته الغفوة، فرأى في المنام حور العين، حور الجنة تقول له أنت نائم ونحن في شوق إليه. فاستيقظ مرعوبا هذا الأب، ما الذي رأى؟ من يخاطبه؟ فشعر أنه فعلا كأنها حورية نزلت من السماء هي بشوق إلى هذا الشاب الذي توفي في عمر 15 سنة أو في عمر 16 سنة، فاستعجل نفسه ونشد من حوله فدفن هذا الشاب. فيقول الراوي ظلت رائحة طيبة كالمسك في البيت أكثر من شهرين، وكأن الحورية تدلت من السماء. طبعا نحن لا نرى هذا الأمر، ولكن تعبيرا لهذا المشهد، يا ابني إذا الله سبحانه وتعالى اختارك اليوم ولا اختارك بكرة ولا اليوم، هذا شرف لك أن تجتمع مع من تحب، وهو الله عز وجل الأحب إلى نفوسنا. إذا مطلوب منك يا أسامة، المطلوب سهل، طبق وصايانا الصفحة البيضاء والأعمال اللي قلنا عليها، ولا تفكر في هذا الموت.
لا تدخل فراشك إلا وقد صليت الوتر، صليت الوتر وقرأت آية الكرسي والمعوذات ونفثت كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم ومسحت على جسمك، ولا تدخل غرفة النوم إلا عند النعاس الشديد، وإن شاء الله تطمئن نفسك. وبشرنا غدا أنك نمت نومة هنيئة إن شاء الله في هذه الليلة. دكتور خلونا نخلص الموضوع، عندنا نقطتين مشاركتين سابقة. سلاوي خليني أخلص موضوعي، لا تدخل لي اتصالات والله ذبحني. عندنا مكالمتين الأولانيتين، ايش رايك اشيل السماعة وما نسمعهم؟ انا معك نمشي حلقة على راحتنا والله. طيب يا ريت. طيب ما يهون علي بس خلوني أخلص الموضوع. طيب احنا وصلنا عند آخر، لا تفعل، لا تؤذي ولا تروع. تعود يا ابني، اعتادوا يا شباب أن لا نؤذي أحد، لا بكلمة ولا بحرف ولا بلمسة ولا بحركة ولا بنفخة ولا بهواء، كما كان صلى الله عليه وسلم كان كالريح المرسلة، طيب طيب هوى. الآن نذهب إلى افعل. تركنا الآن الأمور التي تثخن الصدر وتذهب سلامة الصدر، الآن عندنا ثلاثة أمور تجعل الصدر واسع ورحب وحبيب ومناسب ونافع ويجعلك تطير في السماء فرحا. واحد، أشكر وقدر. عود نفسك شكرا، يلا قولوا شكرا، قولوا كل واحد الآن أمام الشاشة، ابحث عن شخص في البيت تقول له شكرا، الوالد الوالدة أخ أخت أي شخص. دكتور أنا بقول لك أنت شكرا. جزاك الله خير ويعطيك ألف عافية. ممتاز. أيضا صاحب كلمة شكرا قبلة على الرأس للوالدة. يلا الآن الآن كل من يتابعني الآن قوم قومي اذهبوا للوالدة في المطبخ في أمكان، قبلوا رأسها واشكروها، قول شكرا على أي إنجاز، لو حتى كان أعطاك قلما قل له شكرا، أخذ منك شيء قل شكرا، قدم أمرا كأسا قل شكرا، طلبت أمرا قل شكرا. اعتاد، الإنسان الذي يشكر ويقدر يسلم صدره. الأمر الثاني، أعذر واعتذر. أعذر واعتذر، تأخر عليك فلان في الموعد اعذره، تأخذ له عذرا، اثنان، عشرة، سبعون عذرا. وإذا أنت أسأت اعتذر، عمار أنا آسف. ليش دكتور؟ قبلت اعتذاري؟ أكيد. اعذرني أنا. أكيد. خلاص أنا اعتذر من ابني عادي. بعض الرجال يقول لك كيف أنا اعتذر، كأنه جالس على البرج العاجي ما يعرف أنه يا أخي وين بتروح، ما ردك رايح للحفرة، جالس فوق يقول لك أنا لا اعتذر، بعدين هذا سوف ينزل من قيمتي. يا أخي قيمتك لا تنزل عند أحد. النبي صلى الله عليه وسلم بعظمته ومكانته ورفعته، لما صف الرجال في غزوة أحد ووكز بعصاه الأسود كان يريد أن يعيده إلى الصف، ثم قال لقد أوجعتني يا رسول الله، عورني بطني من ضربتك، فالنبي عليه الصلاة والسلام كشف عن بطني قال خذ حقك يا أسود، فما كان من الأسود هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه إلا أن احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بطنه الشريفة، فقال لماذا يا أسود ما حملك على هذا؟ قال أردت أن يكون آخر عهدي في الدنيا أن مس جلدي جلدك يا رسول الله. شفت الحب؟ هذا الذي نريد، أعذرك وتعذرني، لكن الذي يتكبر تجبر لا لا أنا اعتذارك غير مقبول، أنا أين أصرف هذا الاعتذار؟ في أي بنك أصرفه؟ يا أخي عنك ما صرفته، اقعد في بيتكم. أعذر واعتذر، أقول لك شكرا وأقول لك آسف. عندنا مسابقة من غير جوائز، من يكتب أكبر عدد مرادفات لكلمة آسف يلا أرسلوا لنا، ومن يكتب أكبر عدد كلمات شكرا يلا، هذه عندك الآن يا عمار، كلمة مرادفة لشكرا أكبر عدد كلمات، وكلمة مرادفة لآسف أكبر عدد كلمات. مسابقة بين الشباب بين البنات، من يعطينا 50 كلمة؟ دكتور ودي قاعد تقولها بنزلها على الفيسبوك الحين. يلا توكل على الله. أما الأمر الثالث، إئذن واستأذن. إئذن واستأذن عفوا، إئذن، إذا استؤذنت فأذن، وأنت لا تفعل شيء إلا استأذنت، لا تدخل لا تفتح بابا إلا أن تستأذن، ولا ترفع شيء إلا بعد أن تستأذن، ولا تضع يدك على قدر الوالد الآن بعد إلا أن تستأذن، ولا تأخذ من جيب أحد شيئا إلا أن تستأذن. طيب بعضكم يقول أستأذن من الصغير، نعم حتى يتعلم الاستئذان. لماذا يكون في النفس ضغينة؟ لأنه أخذ أغراضي، استعمل حاجاتي، لم يستأذني، دخل علي غرفتي، دخل علي الحمام، أخذ سيارتي، استعمل كذا. الأصل أننا نسمح ولكن استأذن. تصور نفسك الآن لا حسد ولا حقد ولا ترويع ولا هجر
ولا قطيعة ولا ترويع ولا إيذاء، وأنت اعتدت شكرا وتقدر وتتعاطف وتعذر وتعتذر وتأذن وتستأذن، يبقى شيء في النفس؟ بالله عليكم يبقى شيء في النفس؟ أبدا دكتور، ما يبقى شيء في النفس. إذن هذا الصدر يظل سليما، وكان هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيكم دليل على الاستئذان، يلا أعطيكم موقف. أنا كلامي هذا ليس من عندي، ولكن المتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يجد هذه الأمور. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه، وكان عن يمينه غلام، وكان عن شماله الأشياخ كبار القوم فلان وفلان وفلان، وأوتي صلى الله عليه وسلم لمقامه شرابا، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم الشراب. الآن يقدم من؟ يقدم الغلام ابن السابعة والثامنة من عمره وهو جالس، أم يقدم الأشياخ؟ هذا عن يمينه ولكنه صغير، وهؤلاء الأشياخ كبار القوم عن شماله. ماذا يصنع صلى الله عليه وسلم؟ وليس في حيرة، ولكنه يؤدبنا نحن، وأنا أول من يتأدب على يديه صلى الله عليه وسلم. فيستأذن الغلام، لا للاستئذان، لأنه من بحاجة يستأذن على صلى الله عليه وسلم، فعله تشريع، ولكنه قال التيامن. فيقول للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ تسمح أعطي الشيبان قبلك؟ تسمح أعطي كبار القوم قبلك؟ أنا ما تسمح أعطي عمامك وبوك قبلك؟ ها يا عمار، أنا قاعد خير موقف صراحة، ما أسمح. ما تسمح؟ ما أسمح. يضربونك بعدين. مو مشكلة، شربة من إيد النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا، والله ما أطوف الفرصة. وفي رواية: سعورك أي من ريقك. فتله في يده، أي شرب الغلام قبل الأشياخ. شفت النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، صلوا عليه، معلم الأمة الخير. يا ناس، هذا هو المنهج، هذه هي سلامة الصدر، هذا هو المنهج الأصيل. اللي حاب يصفي صدره ويتعلم الخير يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من هذه اللحظة نطبق هذه الأمور. طيب، واحد يقول: دكتور، أنا طبقت للحين في نفسي شيء، ما زال في نفسي شيء، مثل السؤال اللي أنت قلت لي عنه بنيتنا. أنا ودي أقوم صراحة، أحس الموضوع صار حامي. أي بس أنا حميت ويا الموضوع هذا، ما يقعد ما ينقعد. العلاج، ماذا أصنع لو وجدت في نفسي؟ أنا حاولت، شكرت وقدرت واعتذرت وتأسفت واستأذنت، ما زال في نفسي على عمار شيء، ماذا أصنع؟ العلاج، حط لنا العلاج. ما شاء الله سبقتني أنت، الله يسامحك يا عمار. أنا أحب أعمل مفاجأة حق الناس، أنت خربتها علي. زين هالشكل، اعتذر يا عمار. أنا آسف دكتور. اعتذارك مقبول ولا يهمك. جزاك الله خير. واحد، أولا ماذا نصنع من وجد في نفسه على أخيه حاجة أو شيء؟ واحد، صارح وفضفض، صارح يا أخي، قل لو سمحت جي له بهدية اليوم بعد الإفطار، صلي عنده في المسجد، أو بعد صلاة التراويح اعزمه عندك في البيت على عصير أو على فاكهة. أهل سوريا ما شاء الله عندكم الخوخ وعندكم الفاكهة الطيبة، وأهل لبنان عشان ما يزعلون، أهل المغرب العربي عندكم التين الشوكي والصبار، وعندكم اليوسف أفندي ما شاء الله، إحنا عندنا التمر. إذن نصارح، وعندي ألبوم اسمه دعونا نتصارح، في فن كامل للمصارحة، إن شاء الله يصير في أحد الحلقات نبين هذا الفن. الأمر الثاني، أدعو وبرك. إذا شفت شيء عجبني لا أقول الله، أوه، شمعنا فلان فأحسده، لا، أقول اللهم بارك فيه ولا تؤذيه، اللهم بارك له فيما أعطيته، اللهم بارك له في صحبته، بركه بركه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علاج هذه المشاكل، أدعو له وأبرك له، اللهم بارك له، اللهم بارك فيما أعطيته، اللهم بارك لهم في بيتهم وفي منزلهم وفي طعامهم وفي شرابهم، بركه بركه، لا تحسدون الناس، سكر هالعين هذه. الأمر الثالث، حتى نعالج، أحسن لمن أساء إلي. في الحلقة اللي طافت إحنا قلنا ندعو له، لا، الآن أحسن إليه، أخذ هدية وأروح لغاية عند اللي أساء لي وأعطيه الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم أساء له إساءات، ويدعو لهم أهل الطائف وغيرهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم.
وتجنب الشخص إذا ما قدرت هذا مضايقك عمار يا أخي تجنبه، حاول توخر بعيد عنه حتى لا تجتمع معه فتكون هذه النفس. إذا هذا العلاج، المسابقة بسرعة ما بقى وقت، المسابقة الوقت ما كفى اليوم، يلا مسابقة يا عمار مسابقة، وبعدين نقول لكم الوصية إن شاء الله. طبعا على ما تطلع، بالنسبة لصاحب السؤال عن الصحبة عندي كتاب اسمه كيف أختار صديقي، ادخل على موقعي drthweny.com وتجد كتاب اسمه كيف أختار صديقي، اقتنيه يا أسامة وإن شاء الله تتعلم كيف تنتقي الصحبة الطيبة الصالحة إن شاء الله. ها المسابقة موجودة عندك؟ إيه ثواني دكتور. أسماء الفائزين بالنسبة لأمس ما شاء الله، نذكر بسؤال أمس على السريع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك، سورة تبارك. من الفائز؟ الفائزين مسابقة رمضان، السؤال مال اليوم الخامس، تهاني محمد في المركز الأول من دولة الإمارات 500 ريال، مبروك يا تهاني. ونبين علي من مصر 300 ريال، مبروك يا نبين، مبروك يا نبين. وآلاء إبراهيم من سوريا 200 ريال، كلهم بنات، كلهم بنات، مبروك لكم. والسؤال اللي بعده اللي هو سؤال الحلقة القادمة إن شاء الله، كم باقي عندنا وقت؟ أنا أحس أن الوقت انتهى. ممتاز السؤال، وبعدين نعطي الوصية، ذكرني بالوصية. رمضانية اليومية على شاشة الرسالة. سؤال هذا اليوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، وهما لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. للإجابة عن السؤال أرسل رسالة قصيرة، اكتب كلمة رمضان أو رمضان، ثم اترك مسافة، ثم اكتب رقم الإجابة الصحيحة، وأرسل رسالتك SMS مرة واحدة إلى الرقم المرادف لبلدك. آخر موعد لتلقي الإجابات هو الساعة 1 ظهر اليوم التالي. كن من الفائزين في إحدى الجوائز اليومية 3: 500 ريال، 300 ريال، 200 ريال سعودي. وقد يحالفك الحظ في نهاية شهر رمضان لتربح الجائزة الكبرى، سيارة يشترك في التنافس عليها كل من يرسل 10 إجابات صحيحة أو أكثر طوال أيام الشهر الكريم. مسابقة الرسالة الرمضانية، ثقافة وجوائز، والكل معنا فائز. الرسالة إبداع وأصالة. مبارك لجميع الفائزين والفائزات، أنا كنت مستعجل لكم بالتبريك. أما وصيتنا اليوم نختم فيها سامح وتسامح، الوصية اليوم سامح وتسامح. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تطمح للعلا والنفس ثاقت للأنا، والعيش فيك نفع الرضا يفضي لأبواب الأنا، والقلب ميزان التقى بعد قليل برنامج طريق النور مع الدكتور عمر عبد الكافي. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، لا نزال نرتحل معكم في برنامجنا مسافرون.
مرت سنة وسنتان وثلاث وأربع وخمس، ونحن لا نزال في طريق سفرنا. مررنا بمراحل متعددة، ذكرنا فيها أعاجيب وقصص وحوادث، وناقشنا فيها أمورا نعيشها. ونحن اليوم نستقبل السنة السادسة، يسعدني أن تبقوا معنا من ضمن المسافرين. مسافرون مع الدكتور محمد العريفي في رمضان على الرسالة. ضاعف وزنك. هذا البرنامج برعاية ثوب الدفة بانطباع جديد. عطايا الرحمن في شهر رمضان. في رمضان صدقة الفطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم في أرض الله وبعد. أسوأ الأشياء التي يعاني منها الناس ويعاني بعضهم من بعض ويذيق بعضهم بأس بعض هو الظلم. والظلم ظلمات يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم من الظالمين، ونسأل الله ألا نكون وأنتم من الظالمين. الظلم هو في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، أو أخذ التصرف في حق بحق الغير بغير حق. تعريفه كده يعني، إما أن الظلم تعريفه أن وضع الشيء في غير موضعه أو التصرف في حق الغير بغير حق. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. صدق الله العظيم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا